قلت لك يعني الجريمه يعني وقعت يعني بالحي وقعت بهاد البلاصه هادي نيت يعني بالمقربه من هاد المكان فاش كاينين اللي كنتواجدوا فيه. يعني كان هو وخو جالسين عاديين كيضحكوا ناشطين بخير، الدراري ديال الحي كالم ترونكيل، يعني ما كاين حتى شي، ما كيكونش عندنا حنا بزاف الصداع كاع، في القليل شي حاجه قليله كنفكوها وعادي وكتمشى. ولكن البارح يعني وقعت واحد الفاجعه اللي صدمتنا بزاف وما كناش كنتوقعين. يعني الشباب جالسين، جوج خوت جالسين بيناتهم تما ضاحكين ناشطين، وصلت الوقيته غيمشيو بحالهم باش يفيقوا غدا كالعاده للخدمه ديالهم. قال لي خويا الله نمشيو ندورو هنا باش نخرجوا في الدار. مشاو تلاقاو مع اللي وقع لهم مع مشكل، دخلوا في واحد سوء تفاهم اللي هو بسيط اللي ادى لهاد الفاجعه هذا. يعني تضرب تما وهزوا الدراري باش يعتقوه، كما كتعرفوا الدراري ديال الحي يعني كيقدموا لي هاد المساعده لاي واحد، هزوا باش يديو السيد للسبيطار. ساعه يعني وفاته المانيه في الطريق يعني، وكنتاسفوا لهذا الاشكال هذا. وكما كتعرفوا باش نكونوا صراحه ونكونوا واضحين في هاد الامور هذه، يعني الدور ديال المجالس المنتخبه وديال ديال الهيئات راه واضح. يعني كما كتعرفوا الحي راه شفتوا كل شيء بعينيكم، يعني حي ازرار كيفتقر لاي مرفق عمومي باش يمشيو ليه هاد الشباب، باش يكون فيه واحد التاطير وملاعب القرب وجمعيات اللي هي هادفه. يعني كما كتعرفوا الجمعيات الان كيتسناو غير امتى غيشدوا ديك المنحه باش يفرتكوها. ما كاينش واحد التصور وما كاينش واحد الا من رحم ربي. كاين بعض الجمعيات يعني اللي قليله هي محسوبه على رؤوس الاصابع اللي كتشتغل، ولكن الجماعات المحليه والمنتخبين راه خصهم يشوفوا هذه الحاله ديال هذا الحي هذا. يعني هو كتعرفوا والحي حنا كنترفعوا عليه سنين، هذه ما كاين لا حديقه، ما كاين لا سبيطار في المستوى، ما كاين لا يعني راه الشرح شو ما عيب وعار. يعني هذه هما المشاكل والاسباب اللي كيؤديوا لهاد الفاجعات اللي كيوقعوا في حي ازرو. وكما كنوجه نداء سميتو راه الحي ازرو راه حي اللي هو مسالم والناس ديالهم اللي هما كيرحبوا بالجميع. انا ما كتعرفوا راه من ديك الساعه فاش جيتو راه شفتوا التعامل ديال الشباب وشفتوا التعامل ديال الساكنه. راه هذا الشيء اللي كيتقال، وديك 10 دراهم وقتلوا على 10 دراهم، داك الشيء كامل راه غير كذوب، راه غير بعض الصفحات كيقلبوا على لي جيم وكيقلبوا على البيز لا غير. اما الاشكال الحقيقي كما قلتوا غادي نعاودوا هو غياب دور ديال المجالس المنتخبه. فين هما هاد الوعود اللي قالوا؟ فين هاد البرامج اللي غادي ينفذوا؟ خمس سنوات عجاف دازت على الحي ودازت على المدينه كلها. خص يتعاد النظر في هاد الامور هادي، وخص البرامج اللي كيقولوا لنا يتنفذوا ويداروا مرافق فاش يتاثروا هاد الشباب ويفروا فرص الشغل فاش يخدموا هاد الشباب. هذا راه ما يمكنش يبقى الفراغ، راه كيأدي الفراغ. لو الفراغ راه كتعرفوا شنو كيصنع؟ كيصنع لنا واحد الجيل كما كيقولوا حنا راه غنمشيو فواحد الجيل ديال الضباع. حنا الجيل ديال الضباع راه بغينا نتفاداو هذا الاشكال هذا، وبغينا ان الشباب يتحركوا وتكون فيهم شويه الغيره على الحي ديالهم. الله يرحمه المسكين الله يوسع عليه. يعني واحد الدري اللي ظريف، يعني ماشي شي واحد مثلا تقول فيه صداع ولا شي حاجه، يعني والساكنه كامله يعني كتشهد الاخلاق ديالو. ويعني بالنسبه للحادثه يعني اللي طرات له، يعني طرات في واحد الوقت اللي يعني اش نقول لك، يعني ما كاينينش الناس بزاف، و يعني لحد الان يعني كاين الناس اللي كيقولوا راه ضربوا على 10 دراهم، راه هادشي راه ما كاينش. يعني باش نصحوا المعلومه، شحال من واحد كيبقى يضرب بزاف كيقول لك ضربوا على 10 دراهم، يعني بنادم اللي كيفكر ما يمكنش 10 دراهم تقتل الروح. يعني داكشي كاين اللي كيقول الحسابات بيناتهم، ولكن المهم الله اعلم. المهم انا هادشي اللي كنقول، ولكن انا كنظن باللي ما يمكنش يضربوا على 10 دراهم، يعني داكشي بيناتهم في الخدمه ولا شي حاجه، يعني ما كانوش ناويين اصلا يضربوا. يعني حيت يوسف يعني في الاخلاق ديالو يعني ماشي من النوع يعني اللي تقول يعني كيتضارب او لا شي حاجه، يعني الساكنه كامله يعني كتشهد له بالاخلاق ديالو العاليه. ايوا وبالنسبه للحديث يعني طرا بالليل، يعني خلق واحد الفزع يعني بالنسبه للساكنه كامله، حيت ما كانوش كيتوقعوا يعني السيد بحال هذاك يعني باش يتوفى بديك الطريقه مسكين في عز الشباب ديالو. المهم غير واحد القضيه عاوتاني، يعني بالنسبه للامن كنطلبوا من الامن باش يبقى يجي الازرو، يعني الامن اللي محسوب على ايتملول. هذه هي الرساله اللي بغيت نوصل، يعني باش الامن يكون بزاف في ازرو، يعني يكون كان الامن بزاف راه بحال هاد الحوادث ما غاديش يوقعوا كاع، ما غاديش يوقعوا هنا، حيت ماشي غير هو، يعني بزاف ديال الناس يعني كيمشيو غير بحال هاد المسائل هادو، يعني كيكون سوء تفاهم بسيط كيؤدي للوفاه ديال الشباب ديالنا بحال هكا. المهم غير الامن كنزوقوا الناس ديال اي تملل باش الامن يجيبوه هنايا الازرو. تفاجئنا بهذا الخبر ديال هذا السيد هذا، وكنتاسفوا على الموت ديالو الله يرحمه. وتفاجئنا ديالو بصح
المهم ما عرفناش كيفاش توقع داك الشجار بينه وبين داك السيد اللي داك المجرم اللي قتلو. الخلاف الهضره اللي كتضوي حيت انا ما كنتش حاضر. المهم الخلاف كان بينه وبين الاخ ديال يوسف، وكيف ما كتعرف راه ما يمكنش يكون اخ واخ عند واحد الاخ عنده خلاف، ما يمكنش ما يدخلش خوه، مشى خوه بيدخل معاه ولقى الحاتف ديالو تما. لا ما كاينش 10 درهم. السيد كان داك الاخ الصغير كان خدام مع داك السيد، كان بيناتهم واحد المهم واحد المبلغ كبير حيت خدمه، حيت كان خدام معاه ايام، فهمتي، ايام عديده قبل العيد على ما اظن. وداك السيد ما كانش بيعطيه رزقه صافي، ملي مشاو بيتفاهموا معاه داك السيد تما فين قتلو. تقتل ولد جيراننا الله يعمر دار، شباب تبارك الله مزيانين، كنعرفوهم مزيان، كابرين معاهم، يعني ماشي شي دراري مشاغبين او دراري اللي منحرفين، الدراري تبارك الله في المستوى، والديهم كنعرفوهم الله يعمرها دار. هذا الشيء قدروا الله والاجال والله ياخذ الحق اللي كان سباب. والمشكل اللي عندنا حنا هنايا في هذه المنطقه هو انعدام الامن، ما كاينش الامن بزاف، وكاين ناس بزاف منحرفين بزاف هنايا، على قله الامن داك الشيء علاش ولا هذا الشيء ديال المخدرات، بزاف ديال المشاكل هنا في هذا الحي. كنطالبوا من المسؤولين يشوفوا من هذا الحي على الاقل تفكروا ولو غير بالامن بعدا، مرة بزاف الحوايج ناقصين، بزاف الحوايج خاصين في هذا. وحتى الجمعيات كنطالبوا من الجمعيات هما يعني يديروا واحد المبادره، حتى هما يتحركوا شويه، يطالبوا هما بالامن، يطالبوا هما بالحي، لانه في تبارك الله شباب نقيين، شباب مستوى، شباب حاصلين على شواهد وما خداميش غير جالسين. هذا هو المشكل اللي عندنا في هذه الحياه. ويواتي برحمه الله، كان واحد الانسان اللي طيب بزاف وقمه التواضع وقمه الانسانيه، راه كان ولد دربنا وكاع الدراري كيعرفوا وحبيبنا من زمان، وماشي شي واحد اللي ضيع اللي غادي في الهويه. السيد عنده حرفته وعنده مسائل ديالو، وعايش في وسط واحد الكارير نقيه، لا في وسط الدار لا في وسط الحومه، الله يرحمه ويواتيه برحمه الله.